أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان السبت 20 مارس 2021. نظم ورتب أمورك في العمل وتخلص من القضايا القديمة التي تشغل تفكيرك دون فائدة. اهتمامك بشؤونك الماضية يجعلك تبدأ حياة جديدة خالية من أي مشاكل أو أمور مقلقة. اقترابك من الشريك في هذه الفترة يثبت له أنك تحاول إسعاده. عاطفيا، إذا طلب منك الشريك مشاركته في حل بعض المشاكل لا تتردد في ذلك. وقد يعاني أحد أصدقائك اليوم من مشكلة، أو يبدو أنه في حالة مزاجية سيئة للغاية ولا يريد التحدث إلى أي شخص. لا تجعله يتحدث أو يجادل، تحدث مع الأصدقاء لإيجاد حل لمشكلة ذلك الصديق. يجب أن تكون أكثر تصميما للوصول إلى أهدافك اليوم. مهنيا، عليك أن تكون لين التعامل مع الزملاء، ولا سيما من ينتظرون الفرصة للانقضاض عليك. صحيا، حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو لنصف ساعة يوميا.